يا جعفر انا وراي شغل الصبح. ارفع يا بركة دعاء الوالدين. اشخط. تشرب؟ اجيب لك مية يا جعفر. ليه ما نمت قبلك انا يا رجل؟ هذا ده تعب، انت صعبان علي، ده شغل ده. روح. ايوه. الله يعينك، بتتعب والله. الله يا عبد الله، اديله. والله العظيم شيخ خيرك ده، لو عليه فاتورة كهرباء لا حتدفع تلتين المرتب. روح روح يا حنين روح. انا عايز اعرف كيف عتنوم وعليك الديون دي كلها وعد شيخ خير. يا ابوي ما دعوة كبار علي دي انا يا حنين. دا استراحة دي، ريح، دخل الريست، انا الحق انوم. يا رب يا رب ما يقوم. لا.